بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله صدور الفراخ بالفلفل. عندنا طاسة على نار عالية فيها معلقتين كبار دهن بقري، وبعد ما الدهن يسخن معانا هنحمر فيه نص كيلو صدور فراخ، وبعد ما صدور الفراخ تاخد معانا لون هنقلبها على الناحية التانية، وبعد ما تاخد معانا لون على الناحيتين هنشيلها من الطاسة وهنقطعها شرايح بالشكل ده. بعد كده هنضيف في الطاسة 4 قرون فلفل رومي متقطعين بأي شكل، وهنشوح الفلفل لحد ما يدبل معانا خفيف، وهنضيف 3 فصوص ثوم متقطعين شرايح، وهنشوح الثوم مع الفلفل لحد ما ريحة الثوم تظهر معانا. بعد كده هنضيف شرايح الفراخ وهنقلب كويس، وهنضيف الملح والفلفل وكزبرة ناشفة وجنزبيل بودر ومعلقتين كبار خل، وهنقلب كويس، وهنضيف 3 معالق كبار مية، وهنقلب وهنطفي النار، وخلاص كده بتكون جاهزة معانا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وشكرا للمتابعة، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة.